السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة للمرحلة الثالثة المستوى السادس ابتدائي الدورة الثانية من الموسم الدراسي 2021-2022. إذا من بعد ما درت معكم فروض النشاط العلمي، اليوم جاء الدور على اللغة الفرنسية، وغادي نبداو بالضبط باللا كومبريونسيون دو ليكري اللي هي فهم المقروء. صافي، عندنا لو تكست وعندنا سي كيستيون غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم بتأني وبوضوح، وغادي نشرح لكم مزيان هاد الشيء. اذا مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناه ديالي، ارحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. والمتتبعين الاوفياء اللي دائما مساندي القناه كنرحب بكم مجددا، وادعوكم لكي تشاركوا القناه مع الاصدقاء والصديقات ديالكم باش تعم الفائده ويكونوا اكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات ان شاء الله. اذا مرحبا بكم. اذا لو تكست هو هذا لي زافونتاج دو لا تكنولوجي مودرن، وهذا عندنا ستا ديال لا كاستيون هنايا فهاد فهم المقروء كومبريونسيون دو ليكري. صافي سي تري بيان، دونك انتبهوا معايا. اولا غادي نقراو لو تكست. لي زافونتاج دو لا تكنولوجي مودرن، الايجابيات ديال التكنولوجيا العصريه. ليفولوسيون دو لا تكنولوجي مودرن، تطور التكنولوجيا العصريه. ا شانجي نوتر فاسون دو فيفر، غير الطريقه ديال الحياه ديالنا. داكوغ. En effet, grâce à la science, يعني بفضل العلم, la technologie moderne, technologie العصرية, a évolué très rapidement, يعني تطورت بشكل سريع, durant ces dernières années, خلال هذه السنوات الأخيرة, et a apporté des changements dans notre vie, ودخلت واحد التغييرات كبيرة على الحياة ديالنا, des changements bénéfiques, يعني تغييرات اللي هي مفيدة. صافي؟ Quels sont les avantages que présente la technologie moderne? Chnahouma, ma hiya l'ijabiyat lati jaat biha l'technologie l'asriya? Hada wa soual. L'évolution de la technologie a été bénéfique à l'homme. Tatawar dial technologia wa mufid bennisba l'insan. Pour plusieurs raisons. L'iddat a'tibarat. D'abord, awalan, il facilite notre vie. Yani ki sahel l'hayat dialna. En mettant à notre disposition différents appareils. Technologie que tu as بزاف ديال لي زاباري، بزاف ديال الالات كي نوزيد اللي كيساعدونا دون نوتر ترافاي في العمل ديالنا، اي نو فون غانيي ان طون بريسيو، او كيساعدونا باش نربحوا الوقت اللي هو ثمين، فاين باش كنستعملوه ولا كنديروا به الهوايات ديالنا دون نو لوازير، في لا ليكتور، في القراءه، اي لابرونتيساج، والتعلم. De plus, Aidan, des inventions incroyables, يعني اختراعات اللي هي رائعة, représentent des progrès majeurs. تعتبر من التطورات اللي هي الكبيرة. Par exemple, مثلا, dans le domaine médical. مثلا في المجال الصحي. Des appareils médicaux modernes, يعني أجهزة طبية جديدة وكذلك عصرية, ont sauvé هاد الأجهزة, قدرت أنها تنقذ ملايين ديال الأمراض. Et ont aidé à combattre, وساعدتنا باش نكونوا ضد les virus et les bactéries, الفيروسات والبكتيريات. De même, l'invention de l'ordinateur, اختراع الحاسوب, a marqué une évolution importante. يعني حتى هو كان واحد التطور اللي هو كبير بزاف ومهم بزاف. De la technologie, ديال هاد التكنولوجيا, car cette machine peut supporter des heures de travail interminables. حيت هاد الآلة هادي اللي هي الأورديناتور ممكن تستحمل ساعات وساعات من العمل لا منتهي. Puis, la technologie moderne est notre fenêtre vers le monde extérieur. La technologie al-haditha, ou al-asriya, est notre fenêtre, هي النافذة ديالنا, vers le monde extérieur, يعني تجاه العالم الخارجي. صافي، تجاه العالم الخارجي. دونك هذا هو لو تكست. انا حاولت نشرح لكم باللغة العربية وكذلك باللغة الفرنسية. نحاولوا الان نجاوبوا على الاسئله اللي عندنا هنا. Donc compréhension de l'écrit, la première question, quel est le titre de ce texte? Le titre. Donc le titre, العنوان هو هذا هو. Donc نكتب le تابعوا معايا. Le titre de ce texte est les avantages de la technologie moderne.
Fait. Les avantages de la technologie moderne, ou le titre. La deuxième question, grâce à quoi la technologie moderne a-t-elle évolué? يعني بفضل ماذا هذه التكنولوجيا الحديثة أو التكنولوجيا العصرية طورت؟ بفضل ماذا؟ هي رجعنا لو تكست grâce à la science. Grâce à la science, la technologie moderne a évolué très rapidement durant ces dernières années. Tu vois, Kamel? Donc, grâce à la science, donc l'ilm, بفضل العلم, la technologie moderne a évolué très rapidement durant ces dernières années. Ça fait? بفضل العلم قدرات هذه التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا العصرية أنها تتطور وتزيد تطور. دوزو لا تخوازيام كاستيون، كابورت لا تكنولوجي مودرن دون نوتخ في؟ دونك شنو عطاتنا هذه التكنولوجي دون نوتخ في؟ شنو دارت؟ شنو التغييرات اللي دارت؟ دونك هذه لا تكنولوجي ابورتي دي شونجمون، دارت تغييرات في الحياة ديالنا اي دي شونجمون بينيفيك، وهذه التغييرات هما تغييرات نفعية ولا مفيدة، صافي؟ نحاول نجاوبو. دونك الا تكنولوجي الا ابورتي بو الا ابورتي كوا دي شانجمون الا ابورتي دي شانجمون دون نوتر في دي شانجمون بينيفيك. Des changements bénéfiques. D'accord? Question 4 maintenant. En quoi l'évolution de la technologie a-t-elle été bénéfique à l'homme? Donc, بايش هي هذه التكنولوجيا مفيدة للإنسان؟ بايش؟ La technologie a été bénéfique à l'homme pour plusieurs raisons. بالنسبة لبزاف ديال الاعتبارات، أول حاجة il facilite notre vie. Yeah? Il facilite notre vie. كتسهل الحياة ديالنا، صافي؟ كتسهل الحياة ديال الإنسان. دونك pour plusieurs raisons telles مثلا حنايا ناخدو مثال ديال elle facilite notre vie صافي تسهل الحياة ديالنا صافي. question 5 quel domaine s'étend dans le texte شنو هو المجال اللي جبدناه في هذا لو تكست هذايا. دونك المجال هو المجال الصحي، هاو لو دومين ميديكال، لو دومين ميديكال صافي. اون بارل ايسي دون لو دومين ميديكال. دونك لو دومين ميديكال، دونك هو دومين اللي هو الصحي صافي، المجال الصحي. دوزو لاخر كيستيون 6. كيل اكزومبل دونتون شنو هو المثال اللي عطاونا في هذا لو تكست على هذا لو دومين ميديكال؟ ها هو دونك لي زاباراي ميديكو مودرن اون سوفي دي مليون دو مالادي او بيان دو مالاد اي اون ايدي ا كومباتر دي فيروس اي دي باكتيري. داكور، دونك هذا هو ليكزومبل، هذا هو المثال. دونك نحاولو نكتبوه. دي زاباراي اجهزة طبية ميديكو مودرن ont sauvé des millions bien de malades et ont aidé à combattre des virus et des bactéries. اي دي بكتيري صافي. دونك بهذا غادي نكونو كملنا هذا الفيديو اللي كان كيخص فرض من فروض المراقبه المستمره المرحله الثالثه الدوره الثانيه الموسم الدراسي 2021-2022 وبالضبط لا كومبريونسيون دو ليكري بور لو نيفو 6ام اني دو لونسينمون بريمير. خليتكم على خير، كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.